رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام خرج مع أصحابه خارج المدينة المنورة. اللي رايحين المدينة المنورة طبعا في أطراف المدينة هناك بعض المناطق اللي فيها الصخور سوداء على مد البصر ولا يوجد فيها شيء من العشب أو الأشجار. النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى تلك المنطقة فقال لأصحابه لنجمع بعض الحطب لكي نشعل مثلا النار. فقالوا يا رسول الله هذه المنطقة قاحلة ما فيها شيء، فقط احنا نشوف صخور سوداء أمامنا لا زرع ولا كلاء ولا شجر. فقال ابحثوا روحوا دوروا بين الصخر يمكن تحصلون شيء. فذهب كل واحد منهم إلى شنو جانب، وبعد فترة رجعوا فبين الصخور كانوا محصلين شنو بعض الأعواد صغيرة حشائش صغيرة مثلا، كل واحد أحضر معه كمية قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ضعوا هذه الأعواد في هذا المكان. فهذا خلى الثاني الثالث الرابع إلى أن صارك التل، اجتمع كمية كبيرة من الأعواد. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه وقال لهم هكذا تجتمع الذنوب.